سعر ومواصفات هاتف Xperia 5 Mark 4 رسمياً. أعلنت شركة سوني اليوم عن نقاب عن أحدث هواتفها من الفئة الرائدة وهو هاتف سوني Xperia 5 Mark 4 مع تحسينات على البطارية وشراء أخرى سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو. يأتي هاتف سوني Xperia 5 Mark 4 مزودا بشاشة أوليد مقاس 6.1 إنش بدقة Full HD Plus وجودة عرض 1080x2520 بيكسل مع دعم تحديث يصل إلى 120 هيرتز مع طبقة حماية جورين جلاس فيكتوس من الأمام والخلف ومستشعر بصمة في الجانب. يعمل هاتف بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة تخزين خارجية حتى 1 تيرابايت. سيعمل هاتف سوني Xperia 5 مارك 4 بنظام اندرويد 12 ويحتوي على مكبرات صوت من نوع ستريو مع دعم لمقاومة الماء والغبار IP68، كما يدعم تقنيات الصوت المتطورة مثل دروبلي أتموس و رياليتي اوديو 360. وبالحديث عن التصوير فالهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة جاءت مصفوفة في عمودي في أعلى يسار الهاتف من الخلف وجميع العدسات بدقة 12 ميجا بيكسل. تقول الشركة أن اعتمدت عدسات 12 ميجا بيكسل كان مقصودا وذلك للسماح لكل عدسة منهما بالتصوير بدقة 4K بسرعة 120 إطار في الثانية. تدعم العدسات الثلاث في الخلف التصوير بسرعة 120 إطار في الثانية، كما تدعم التركيز البؤري التلقائي وتتبع الأجسام المتحركة في الوقت الفعلي. أما فيما يخص البطارية فيأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 30 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي. وتقول الشركة أن البطارية ستحتفظ بحالتها حتى 3 سنوات، كما سيتم شحن الهاتف بدون شاحن. أما فيما يخص سعر هاتف سوني Xperia 5 Mark 4 يأتي الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأخضر والأسود والأبيض، وسيتوفر بنسخة واحدة فقط 8 جيجا بايت في الرام و128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية، وسيكون الهاتف بسعر 1049 يورو في أوروبا و999 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.